هي عنوان الفرح، هي عنبر بدايته، وهي مسك ختامه. هي ملكة الفن الشعبي الأولى، أرسلت برقيات الأمل والسرور لقلوب مستمعيها، فصورت لهم الدنيا كما تريدها. تعشق الوحدة وتخاف من الأماكن المظلمة. هي مصممة أزيائها، وهي من تزير نفسها بنفسها لتكون السلطانة. معنا ومعكم في أولى حلقات برنامج فن السلطانة، الفنانة الشعبية المعروفة فاطمة تربسية. مرحبتين بك. أهلا مراد، مرحبا، كيف حالك؟ أنستينا. الله يأنسك، شو أخبارك؟ الحمد لله. فاطمة التربسية، أصلك من مدينة الزاوية، ليش سميت روحك التربسية؟ والله هي لأن احنا من الناس القدامى في طرابلس، يعني بما أنني طبعا الزاوية اسم فقط، يعني ما عندناش واحد. من يومكم في طرابلس؟ من يوم احنا هنا في طرابلس. السلطانة هو لقب سماك فيه المصمم الليبي المعروف عبد الحميد المنصوري. هل حاسة أنك أنت سلطنتي جمهورك إلى حد الآن ولا ما زال؟ الحمد لله، الحمد لله إلى حد الآن. الحمد لله، الحمد لله. واحد من ثلاثة، حنعطيك توا ثلاثة أسماء نبيك تختاري منهم اسم واحد بس. تمام؟ فريدة، ليلى، سالمة، هم أفراد فرقة فاطمة التربسية. اختاري منهم واحدة بس، بدون هالفرقة مش ممكن تستمر. يعني اختاري لي واحدة منهم، من غير هالفرقة ما تستمرش، لو لا سمح الله ابتعدت عنكم. سالمة. سالمة. تمام. من نفس الأسماء، لو قلت لك استبعدي لي منهم واحدة أو ممكن يكون في لها بديل في المستقبل، وما تقوليش ندير في فتنة. سؤال بريء. لا صعب. ما تستغنيش عليهم. لا ما استغنيش عليهم، لأن هم يكملوني وأنا نكملهم. أنا ما ليش نستغنى عليهم. شايفة أن نجاحهم من نجاحك ولا يعني نجاحك من نجاحهم؟ الاثنين زي بعضنا. يعني هم اللي جايمين فاطمة أو فاطمة اللي جايمتهم؟ الحمد لله. من الصعب أني نقدر نجاوبك على السؤال هذا، لأنه هو طبعا محرج شوية بأمانة. ما صعب شوية، معلش مراد قدرني صاري. كيف تعرفتوا على بعض؟ كيف كانت بداية الفرقة؟ كانت بداية الفن بتاعي طبعا في بنغازي. لا كيف تجمعتوا؟ جايينها كيف كانت في بنغازي؟ كيف تجمعتي أنت ولبنان؟ نسأل كل مرة، نسأل في حد، نبي كذا، نبي إيقاعية، نبي دف، نبي. الحمد لله يعني كانوا في الإمكان اللي نبي وحصلت شو نبي، والحمد لله. أحسنت الاختيار فيها. والله ملك الحمد. ما ندمتيش على واحدة اخترتها؟ قلتي لو يرجع بي الوقت ما كنتش ناخدها معي. لا لا الحمد لله، الحمد لله. حلو. رحاب دنيا ستار نادية مخلوف مع حفظ الألقاب. من الأفضل بين هذه الأسماء بالنسبة لك أنت؟ من هي توب وان؟ والله هم كلهم فنانين وكلهم حلوين وكلهم صديقاتي وأنا نحبهم. أعطيني اسم واحد. صعب شوي. اسم واحد صعب. صعب مراد، لأن هم كلهم صاحباتي وكلهم صديقاتي وكلهم فنانات وصوت أحلى من صوت. ما نقدرش نميز لك رحاب علي نادية، كل واحدة لها لون، لكن برضو كلهم حلوين وكلهم فنهم حلو. مين اللي تشوفي فيها المنافسة لك في السوق؟ الحمد لله ما فيش منافس. انت الأولى؟ لا ما هي صعبة. هو مش أنا الأولى، لكن أهوان خليل للجمهور. تمام. الجمهور هو اللي يرد عليه فيه إن شاء الله. كانت بدايتك الفنية مع الفنانة نادية مخلوف في بنغازي. بعدين قررتي أن يكون ليك اسم، وقررتي الانفصال والتوقف عن المساعدة في الغناء لتكوني المغنية الأولى. هل تخليتي على نادية مخلوف في يوم الأيامات؟ لا مش تخليت على نادية مخلوف، بس لكن أول ما جيت هنا طرابلس لقيت، حسيت روحي إن هنا النجاح بدأ في طرابلس. يعني هي المسيرة متاعي بدأت تنطلق من هي انطلقت في بنغازي، لكن طرابلس حسيت جمهور أكتر، يعني مكاني وأهلي وناسي كلهم هنا في طرابلس. أوريدي حنختار طرابلس. هل تخليتي على نادية مخلوف ولا لا؟ لا نادية حبيبتي ونحبها وقاعدة صديقتي وقاعدة نتواصل أنا وياها. ما زعلتش لما طلعتي منها؟ لا لا لا. تمام. أول موطأ قدم لي قلتي في طرابلس فنيا كان مع الحاجة منجية في أحد الأفراح في هوتيل كبير. في هذاك اليوم كانت البداية الحقيقية في لحظة فارقة في حياتك الفنية. طلب منك هذاك اليوم الغناء منفردة
وطلب منك الغناء مرارا وتكرارا لأغنية زعما كيف ندير. زعما كيف ندير. زعما كيف درتي هذاك اليوم وكيف كان إحساسك؟ كنت خايفة شوية الحق يعني، لأنني أول مرة نغني قدام جمهور كبير هيك، والحمد لله اليوم هذاك هو اللي حسيت روحي أنني فعلا مضطربة شوية وشجاعة في نفس الوقت. الحمد لله مشت. كانت ليلة. كيف كانت التجربة؟ لما غنيت ما حسيتيش برهبة؟ لا صعبة، رهبة، صعبة رهبة. لا لغاية توام، لغاية توام كل ما ننزل حفلة نحس في بداية الرهبة متاعي. علاش؟ لأن مرات نقول في ناس مش حينعجبوا، في ناس ينعجبوا، ما زال في الرهبة. أي فنان قاعدة في الرهبة لما ينزل على المسرح. عديتي من 1 لـ10 قبل ما تطلع انك انت ما تطلعيش؟ لا لا صعبة هذه. لا لا، لأن الحمد لله، الحمد لله. حلو. الحمد لله مراد. فوز المزداوي مفتاح معالف وليد التلاوي مع حفظ الألقاب. من المفضل عند فاطمة الطرابلسية؟ مفتاح معالف. مفتاح معالف. هل تواصلتي مع الفنان مفتاح معالف؟ ايه متواصل معاه لما كنت في بنغازي، تو هو هنايا الله يذكره بالخير، وحتى هو فنان رائع، أنا نحبه، نحب نسمع له هلبة. هل ممكن نشوفه عمل مشترك ديو مع بعض مستقبلا؟ والله نتمنى هذا، لي الشرف لما نغني مع مفتاح. هل تناقشتوا في موضوع زي هواني؟ هل خططتوا مستقبلا؟ لا. 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 مش واردة الفكرة. لا لا. لا. أكثر أغنية تسمع فيها المفتاح معالف؟ سامي سمك. سامي سمك. سلامتك من السم. سامي سمك وعنده من رفق زعلان. حتى هي حلوة. زعلانة من رفاقك؟ أكيد. تعرضت للخيانة من أقرب الأشخاص لك؟ جدا جدا مراد. تعرضت وما منشن مع فاطمة طرابلسية، حنقول لك بعض الأشياء أو بعض الجمل نبيك تقولي لي عليها اسم واحد فقط. منشن لشخص تقولي له أو تقولي لها أنا آسفة. أمي. أمك. آخر مرة توصلتي معها كان من أمتى؟ من ساعتين فاتوا. ديما تتواصلي معها؟ طبعاً. شنو هو الشيء يخليك تقولي لأمك أنا آسفة ومدامك تتواصلي معها بهلبة يعني؟ مرات متعصب شوية. وهو أنا شوية عصبية. وهي تتحمل فيك هلبة؟ هي تتحمل فيها هلبة. إن شاء الله ربي يخليها لك يا رب. تسلم بارك الله. المن تقولي أو تقولي أو تقولي لهم أنتم ظلمتوني؟ مش عارفة شن برد. هلبة. هلبة. تعرضت للظلم هلبة في حياتك؟ تعذبت في حياتي والحمد لله. ربي كله رده لي خير. إن شاء الله يا رب ديما يخير قدامك. تعرضت للظلم من عائلتك ولا أنت اللي كنت ظلمتهم؟ هدي شوية منهم شوية مني والحمد لله. ممكن تصير أشياء في الماضي، مستقبلا الإنسان لما يكبر وينضج أكبر فكريا ويعرف هلبة في خبرة الحياة يقول أنا هذاك الوقت كنت ظالم. في بداياتك كان عندك بعض المشاكل مع عائلتك. هل أنت هذاك الوقت الآن بتفكيرك الحالي تعتبري في نفسك كنت ظالمة أو مظلومة؟ لا لا، لأنني بالنجاح متاعي أنني مظلومة. مظلومة مش ظالمة إلى حد الآن. الحمد لله يا ربي. منشن لفنانة ليبيا الأولى حاليا. فاطمة الطرابلسية. بكل ثقة. ثقة لا أبعد حد. أقرب منافسيك ليك مني؟ لا ما فيش منافس. ما فيش منافس. ما فيش منافس. لأن أنا نحب نثبت ديما وجودي. فاطمة الطرابلسية. أثبتي وجودك إلى حد الآن ولا؟ اللهم لك الحمد. الحمد لله. سهل جدا أن الإنسان يوصل للنجاح، لكن صعب جدا أنه هو يحافظ عليه. امتى تحسي روحك انك انت حيجيك يوم وحتفقدي النجاح ولو جزء بسيط؟ ما اعرفش. هل عامل السن ممكن يكون لي دور مستقبلا في الشيء؟ لا شوف، عامل السن ما يمنعش ان خلاص الانسان يفقد الفن بتاعه. النجاح هو اللي ممكن، النجاح هو اللي يضل الفنان يقعد مستمر فيه. النجاح. النجاح ان شاء الله ديما في النجاح يا رب. ان شاء الله. منشن لي احلى صوت ليبي شاب حاليا. احلى صوت شاب ليبي حاليا، والله هم كلهم حلوين لكن
اعطيني واحد بس اللي فاطمة الطرابلسية تشوف فيه انه هو حيكون مستقبل الصوت في ليبيا. ما نعرفش، لان كلهم فنانين حلوين، وكل مره نكتشف في فنان جديد وشباب جديده ما شاء الله. اخر فنان اكتشفتيه؟ حمزة سعود. حمزة سعود فنان صعب وسبيشال وراقي، صوت حلو. ان شاء الله باذن الله نتمنى له النجاح ان شاء الله يا رب. لو استحق منك اي حد المساعده في المجال الفني، هل تقدمي في المساعده ولا جداً. صاحبه مقوله صاحب صنعتك عدوك؟ لا لا، نساعد في كل شيء، في كل شيء. اي فنان يبي امكانياته ضعيفه، امكانياته ما يسمحش بيها، للرحب. للرحب. لقيتي من ساعدك في زمان فانت تبي تساعد الناس توا؟ ما فيش. موقفه معك حد في بداياتك؟ لا الحمد لله، انا ما ننساش فضل ناديه محلوف بالمرتبه الاولى، وما ننساش احمد خليل، وما ننساش العازف متاعي، يعني ضحى بحياته وضحى باهله، وجاي معي من قعر بنغازي لتوا قاعد هو معي، اسامه الصعيطي. هذا عازفي وهذا سندي وهذا ولدي، وما ننساش حتى مهندس الصوت بتاعي وسيم، حتى هو يعني طولينا الحمد لله قريب 10 سنين مع بعضنا، والله ملك الحمد. أسامة السعدي خذيتيه من نادية مخلوف أو لا؟ لا لا لا، هو كان فنان مبتدئ، نزل معي حفلتين في بنغازي ما عجبنيش، وبعدين بدا يراهن يبي يصارع. لقى في الفنان الصح، استمر معي الحمد لله معي لا توا. ان شاء الله ربي يستمر معكم، ان شاء الله ديما في النجاح. اسماء وتعليقات مع فاطمة طرابلسية بعد الفاصل. اسماء وتعليقات مع فاطمة طرابلسية. حنعطيك مجموعة من الاسماء، حابب تعلقي عليها في جملة. رحاب الصافي. صديقتي ورفيقتي واختي. أغلب أعمالك الفنية لاحظنا أن تغني هلبة مع رحاب، ممكن تسأل في بعض المرات يكونوا في نفس الحفلة أنت وياها أو في نفس المكان. يقال أنك أنت ديما تقدمي في رحاب الصافي بصورة جميلة جدا طبعاً. فهذا ليش الفنانة رحاب تحب تغني مع فاطمة طرابلسية؟ طبعاً. هل رحاب تقدم فيك بنفس الطريقة؟ طبعا طبعا طبعا. من أنا ما نحبش بمعنى، يعني بين المعنى متاعنا احنا نستهزوا باي حد، احنا كنا فنانين. عبد الحميد المنصوري مع حفظ الالقاب. حميد المنصوري يعني لي هلبة، وقف معي في حياتي اللي نيم ما كنتش، اللي نيم ما عنديش فيها حد ولا حد وقف معي فيها، حتى من اقرب الناس ليا حميد المنصوري. هل رديتي لحميد المنصوري جميل في يوم من الايامات؟ ان شاء الله في فرحة يا ربي. ان شاء الله. ان شاء الله في فرحة. فريال البوراوي. كل شيء. تعني فاطمة الحمصة فريال البوراوي. كل شيء. هل أنت على وفاق تو مع فريال البوراوي أو لا؟ إيه طبعاً طبعاً. صاحبتي. مش ممكن يجي يوم وتبتعدوا عن بعض؟ لا إن شاء الله لا. إن شاء الله لا يا ربي. شريف الشريف. أوه شريف شريف. شريف شريف صديق وأخ وعزيز لي، وفي مفاجأة على فكرة بيني وبين الشريف. قبل ما تقولي المفاجأة، عندك ألبوم جديد تجهزي فيه وحينزل بداية السنة الجديدة إن شاء الله. عندك 7 أعمال من كتابة شريف الشريف. كيف كان التعاون مع شريف الشريف؟ فكرة إن شريف حاليا يكتب لأغلب الفنانين الشعبيين، هل هي فكرة جذبت فاطمة طرابلسية إن هي زي ما بعض الفنانين الكبار أو اللي في الساحة يعتبر ليهم ثقل، أخذوه أشعار من شريف حتى نبي ناخذ ولا لا؟ لا والله لا، مش بالمعنى هذا، لأنه هو شريف ديما يقول لي يا فاطمة، نقول أنا لا شوية لا شوية لا شوية، وأنا كنت رافضة فكرة سديرة، كنت رافضتها بتاتا، لكن الجمهور الناس نبوا كل وقت فاطمة، نبوا فاطمة، وعلى خاطر يوري تحب صوت ماما كده. إن شاء الله ربي يخليها لك يا رب. سلمك. هل في تعاون مع شعراء آخرين غير شريف أو لا في الألبوم الجديد؟ في الألبوم الجديد لا. لا
الالبوم الجديد قديش بيكون قديش حيكون فيه اغنيه؟ اكيد حيكون 8 اغاني. 8 اغاني كلهم كتابه شريف؟ كل شريف. في اخبار او في بعض التسريبات تقول ان حتطلقي الالبوم جداعك، الالبوم الجديد بتاعك هذا في حفل تدشين كبير حيكون في احد الهوتيلات الكبيره. سابقه ما اندرتش من قبل من اي فنان ليبي، هل ممكن تكوني انت سباقه في هذا الموضوع؟ باذن الله باذن الله، احنا حتى دارسين في الموضوع هذا. انا ومديره مكتبي ومدير اعمالي محمد الدكالي لازم نديروا حفله كبيره وتشرفني حتى انت مراد. شرف لي اكيد. حيكون في دعوه لكل الاعلاميين ولا لا؟ ان شاء الله نتمنى كل الاعلاميين يكونوا حاضرين. اخر اسم معي في اسماء وتعليقات، حنقول اسمه ولكن بعد ما نسلك سؤال سالته لك من بكري. كم مره تعرضت للخيانه من اقرب الناس لك؟ مره واحده وجتني قويه هلبة هلبة، ما كنتش متوقع هيك يصير لدرجة اني نام ما زال مصدومة. ما قدرتيش تسامحي لحتى؟ لا، رغم راهو جيت وتلاقيت انا والناس اللي خانوني وعادي خليت الامر عادي، لكن مش متوقع ان هيك يصير. توقعت. اخر اسم في اسماء وتعليقات، عبد السميع. صديقي واخوي ورفيقي من اعز الناس لقلبي. هل سبب لك عبد السميع في يوم الايام جرح الى حد الان قاعد ما لا لأمش؟ لا ما سبب ليش ولا حاجة. عبد السميع خلى ذكرى حلوة لفاطمة إن هي قاعد اسم عبد السميع في قلب فاطمة. هل اسم فاطمة قاعد في قلب عبد السميع؟ ما نعرفش، لكن أنا قاعد عبد السميع في قلب أحساسك فاطمة. أحساسك شنو يقول لك؟ أحساسي ما نعرفش. المهم أنا في حياتي قاعد عبد السميع، ما تنحاش. هو عكسي ما نعرفش. لكن انا كده. بس في حاجات الواحد يحس بها. ايه انت شن احساسك عبد السميع؟ لو تعفيني منا هذا السؤال. ممكن ان شاء الله. حاضر من عيوني. خفايا فاطمه طرابلسيه، لكل شخص فينا عنده اسرار وخفايا في مواضيع او حياته الشخصيه ما يحبش حد يوصل فيها او يتكلم عليها. حنحاولوا نخش شويه في خفايا فاطمة طرابلسية. تزوجتي مرتين وفي المرة الثانية رزقتي بتسخير. الحمد لله. إن شاء الله ربي يخليها لك. كل الناس عندها اليورو كناية عن الثراء. ليش سميتي بنتك يورو أو يوري؟ يوري أنا نبيها تسخير طبعاً لأن هي سخرها لي ربي. هل كان وجهها خير عليك؟ الحمد لله يا ربي. الحمد لله. الحمد لله يكفي إني نتمنى من ربي إني يطول عمري أول حاجة للناس المحتاجة وبعدين لبنتي. مش بنتي وبعدين الناس المحتاجة، الناس المحتاجة بعدين لبنتي. قديش عمرها تو؟ بنتي دنيتي كلها عمرها 3 سنين ماشية في الأربعة. إن شاء الله تغني في عرسها يا رب. يا رب. تسخير واخدة قلبك كله ولا عايشة عندها مكان معاها في قلبك؟ هي عايشة. هي عايشة بنتك بالتربية؟ ايوه بنتي بالتربية. عايشة كل دينتي. عايشة ربي نزلها لي هيك في ما اني كنت محتاجة لحد يكون معي، ربي رزقني بعايشة. عايشة حياتي. عايشة هي اللي مأتمنتها على بيتك. هل ممكن تتخيلي حياتك لو بعدت عليك؟ لا أو لو هي قررت في يوم اللي مات هي ما عادش تعيش معك؟ ما نقدرش. ما نقدرش عايشة كل شيء. حسيت في عيونك نظرة حزن لما قلت لك عايشة. لأني نحب. هل حاسة إنك أنت مقصرة معها في شيء معين؟ لا. هل حاسة إنك أنت مبدية تسخير عليها في بعض المواضيع؟ لا. لا هي عايشة بنتي وهي كل شيء. إن شاء الله ربي يطول في عمر عايشة. إن شاء الله يطول في عمرك. ونتمنى حتى لو إنه يجيها نصيبها اني ناخذ حوش كبير وتسكن معي عايشه ان شاء الله يا رب. بعد زواجك الاول عشتي خارج ليبيا سنه ونص وهذا الشيء اللي ما يعرفهاش اغلب الناس. بعدين رجعتي للبلاد. لو رجع بيك الوقت هل ممكن تكرري التجربه هي مره ثانيه؟ لا. شايفه ان هي كانت غلطه. صغر. هل تعلمتي من الغلطه هو او لا؟ الحمد لله. محبه لعملك
ومقدسة جدا لي، لدرجة انك ممكن تاخدي شغل غيرك. كل ما قالت في حفل زفاف احد الشخصيات المعروفة، بعد ما كان من المفروض انك تغني ساعة واحدة بس، ولكن غنيتي 3 ساعات متواصلة، مع العلم ان كان في فنانين تانين يستنوا في وصلاتهم بعدك. هل هذا الشيء ما يديرش حساسيات مع اصدقائك في الوسط الفني؟ هو اكيد اورلادي حيدير، لكن الجمهور يبي السلطانة. الجمهور هو اللي يبي. شايفة ان في عدمة السلطانة باقي الاصوات ممكن تسكت؟ طبعا بوجودي هنا كلهم يسكتوا، حتى لو كانوا اسماء كبيرة. حتى لو كان. علاقتك في الوسط الفني، مين اقرب شخص ليك؟ اما نعم الفن، سوري، عندي الوسط الغنائي. الغنائي رحاب. رحاب بحكم ان هي تو هني وسط البلاد وكذا، يعني متواصلة معها بكثرة. من أبعد شخص عليك، أو من هو الشخص اللي مستحيل يكون قريب منك في الوسط الفني؟ صعب، ما نقدرش. ما في شخص معين حاول إنه هو يكون قريب من فاطمة طرابلسية، ولكن حسيتي هي في الأخير المحبة بخوت. حسيتي إن الكاريزما مش ماشية معها، أو الكيمياء. صعب، أنا ما نحبش نجرح حد. حتى لو إنه هو يبدأ، حتى لو هو جرح. تعودش نجرح حد، عادي كلهم، لكن ديما آمين بملكة المسرح. ديما أنا بوجودي. عاشقة لاقتناء المجوهرات الثمينة. ياي. ومولعة بالسيارات الفارهة. هل شايفة أن الدنيا ضحكت لك متأخر فحبيتي تكافئي نفسك لأنك زمان كنتي ممكن محرومة بعض الشيء؟ طبعا، أكيد. كل إنسان هيك. نحب السيارات هلبا. كل قداش تغيري في السيارة؟ كل 3 شهور 4 شهور وغير سيارة جديدة. نحب السيارات. ما شاء الله. نحب السيارات. نحب السيارات العالية. اللي تعطي نوع من الفخامة. لا، لأني نحبهم. هل شايفة الناس من فوق يعني أنك أنت أكبر منهم؟ لا لا، الكبر لله وحده. لكن أنا نحكي متعة السيارات، نحب السيارات. السيارات العالية. هواية. هواية. مع السباحة. جدا نحب. نحب السباحة. وين تعومي؟ طبعا نحب نمشي لجربة ديما ناخذ في راحتي أكثر. وحتى هنا في ليبيا عندنا شواطئ تجنن. حلو. تجنن. في مكان سكنك عندك دار خاصة بالملابس. وفي هذه الدار عندك أنتريه في عشرات الأنواع من العطور. سر عشق للعطور. أنتم خشيت الحاشية وأنا ما نقريش. سر عشقك للعطور. العطر بالنسبة لفاطمة ميزة المرأة. العطر أن نعتبر فيه هو أساس المرأة. هل شايف أن العطر ينعكس على شخصية الشخص اللي باخ العطر؟ مش كلهم. هل أول ما يجذب انتباهك للأشخاص هو نوع العطر؟ جدا. تركزي في النقطة هي بالذات. جدا. تبني عليها علاقاتك المستقبلية. يعني لو جاني شخص عطرة عجبني ممكن يكون أريح في تعاملي معه، ويكون دار انطباع كويس عند فاطمة. دار انطباع كويس عند فاطمة. معنى أي حد يبدي انطباع كويس هو ياخذ المعلومة هي. ما عنديش مشكلة. العود الشرقي يعبر عن قوة الشخصية وتمردها عن الواقع. العود هو عطرك المفضل. هل أنت متمردة على الواقع؟ وهل كسرتي حواجز عمل المرأة في ليبيا خاصة في المجال الفني؟ أنا اللي نعرف أني نحب العود لأن العود بعض التحليلات تقول أن العود يعبر عن قوة الشخصية وتمردها عن الواقع. هل أنت متمردة عن الواقع؟ جدا. بفخر. هل شايفة أنك أنت كسرتي حواجز عمل المرأة في ليبيا؟ إن شاء الله. إن شاء الله. هل حابة تكوني الليدر أو القائدة في الموضوع هوا؟ هل شايفة نفسك في هذا اللون؟ أنا ديما نبي السلطانة. بالعود أو بلا عود السلطانة. حلو. أصدقائك من الجنس الخشن أكثر من الجنس الناعم. هل قساوة الدنيا خلاتك تختاري الأصدقاء الأقوياء باش يكونوا سندك وقت العازة؟ أو هل هي غيرتك هي السبب؟ هو القوة يستحق الوقت هذا ان احنا تكون عندنا قوة. مع الزمن اللي احنا فيه يستحق ان احنا تكون عندنا قوة.
سر اختيارك للرجال كأصدقاء أكثر من النساء؟ الرجال مش حينافقوك، النساء حينافقوك. تعرضت للنفاق من النساء؟ لا أبعد حد. في أصدق المواقف مني أو في أصعب المواقف مني أكثر شخص يخطر على بالك هو اللي تحاولي تتصلي به وتتواصلي معه؟ بابا. إلى حد الآن؟ إلى حد الآن. وقاعد رأيه هو الفيصل. مدامك تكلمتي على الأسرة الكريمة، في بداياتك كانت عندك بعض المشاكل مع العائلة، وبعد وقت أو بعد ما خدمت على روحك وتعبتي وطورتي من نفسك في وقت كانوا مفروض يكونوا هم أقرب الناس لك واقفين معاك، رجعتي بقوة ورجعتي وتصلحتي مع العائلة. هل شايفة أن صلحهم معاك هو كان فقط لمصلحة؟ لا مش لازم، مش لمصلحة، لأن في النهاية أهلي، يعني الفن هو الفن الناجح هو اللي خلى أهلي يزيد يحبوني. النجاح في البداية ما كانوش معارضين فكرة الغناء؟ لا معارضين، وتعبت شوية وهيك، لكن الحمد لله. شنو اللي خلاهم يقتنعوا بعدين؟ يعني نشوفوا أغلب المواقف اللي تصير من هذا النوع إنه يكون في خصام نهائي بين الشخص وعائلته، لأن من الأساس هو الموقف غير موافقين عليه. شنو اللي خلى عائلة فاطمة الطرابلسية تتراجع بعد وقت؟ شبح الحياة متاع فاطمة كيف، وشبح الناس، وشبح إني نقعد محافظة على عاداتنا وتقاليدنا. هم هو هذا اللي زاد تراجع عليه، إن هم يوافقني نواصل مسيرتي الفنية. أقرب شخص ليك من العائلة؟ أخوي وائل. ديما معك؟ حتى لما نطلع خارج بلادي مش ديما معي. البعض يقول إن فاطمة الطرابلسية كانت تشتغل في بداياتها بسعر معين وابتدأ سعرها هو يغلى شوية شوي. أغلى أجر تحصلت عليه في مسيرتك الفنية؟ ما كانتش في ليبيا، كانت حفلة في مصر. في مصر عند عائلة تاناكي، وهذا اليوم يعني كان أغلى رقم تحصلت عليه. كان أكثر من 10,000 دولار؟ أكثر. أكثر. شغلة حلوة. الحمد لله، يكفيني أني مثلت ليبيا في مصر. هذه ساعة غنيتي في مصر وغنيتي في تونس، ولكن وجهت لك الدعوة في الغناء في المغرب فرفضتي، علاش؟ مش رفضت، لي أنا كانت عندي ظروف. اسمع، أنا نحب ليبيا مراد، أنا نحب نغني هني ليبيا. يجوني عروض تونس، مصر، تاني المغرب، لكن ليبيا بس. ليبيا الغناء داخل ليبيا فقط. لو وجهت ليك الدعوة في الغناء في أحد الفنادق زي في أغلب الفنانين في الفن الشعبي يقوموا به حاليا في تونس أو في مصر، هل ممكن تشتغلي في هذا المجال أو لا؟ الظروف. شنو هي الظروف اللي ممكن ما تخليش فاطمة الطرابلسية تدخل لهذا المجال؟ دراسة تيوري. لا، ممكن تكمل دراستها برا. لا، أنا نبي هنايا، نبي هنا في ليبيا. ما نقدرش نبعد على أمي وعلى أبوي، نبي ليبيا. إن شاء الله يا رب تكوني ديما في ليبيا. إن شاء الله. Hey, how?
للبحر دلالة على البوح. أغلب الأشخاص يكون عندهم شخص واحد فقط هو اللي يحكي كل أسرار. فاطمة طرابلسية من تحكي أسرار؟ في البحر بك. ما فيش شخص معين هو اللي يحكي لك أسرار؟ عندي البحر وعندي عائشة. عائشة قديش عمرها عائشة؟ عمرها 23 سنة. في بعض الأشياء اللي ممكن الصغير في العمر ما يفهمها، هل تدرسي في كل الأشياء اللي عائشة ولا عندك شخص ثاني تستشيري فيه؟ لأنني ما عنديش أسرار عميقة يعني. وقتي كله لما نروح في الليل من الشغل نقعمز أنا وعائشة اليوم شن صار، زعلانة، أول بول، كل شيء. عايشة. شنو هو السر اللي مش ممكن تحكي لي اي حد يقعد بداخلك؟ ما عندي سر والله. ليلة الزواج ليلة تحلم بها كل بنت، ليلة تكون ليلة احلى من 1000 ليلة. ليلة زواجك الاول وقبلها بيوم مريت بظروف خاصة كانت غير عن كل الظروف، كيف كان شعورك هذاك اليوم وشن هي الظروف الصعبة اللي مريتي بها ومين اللي وقفها معاك؟ حميد المنصور. قبل حفلتي بيوم، غدوة حفلتي قبل بيوم، طلعت صورت عندي عروسة، طلعت صورت لها في مالينة. كنت طبعا قبل ما اخش الفن كنت مصورات فوتوغراف، طلعت صورت حفلة وأنا لابسة البودري. ثاني يوم كانت حفلتي والحمد لله اللي تفاجأت بي إنك كان كنت أمام دايرة من كل شيء 250، المعازيم 50. الدعوة كانت موجهة لأشخاص معينين. أيه. حضروا أكبر من العدد اللي أنت كنت تتوقعي. كيف كان شعورك هذاك الوقت وأنت كنت في بداياتك؟ سعيدة لأن الناس كلهم كانوا حاضرين عرس فاطمة. ما سكرتش الباب على حد يعني، سواء المعزوم سواء اللي مش معزوم كلهم كانوا مأنسين. الظروف اللي تعرضت لها هذا اليوم لو صار وتكررت مستقبلا هل ممكن تلغي فكرة الزواج نهائيا؟ نلغي. بعد الزواج الأول فكرتي هل بقدر ما تتزوجي زواج ثاني؟ شنو اللي خلاك تتراجع بعد الصدمة اللي انصدمتي بها في الزواج؟ خاطر اللي في الدنيا نجيب بيبي الحمد لله ربي. جبت يوري. يا رب ان شاء الله. يوري عندك بالدنيا كلها. هل ممكن تكون يوري هي نفسها اللي عندك بالدنيا كلها يوم من الايام سبب في انهاء مسيرتك الفنيه؟ طبعا لو انه كبرت شويه وقالت لي ماما خلاص ما عادش تغني يوري المسموح ان هي تقول لي ماما وقفي غني غير يوري لا. غنيتي في مصر في مكان عام. أيه. للفنانة الملكة أحلام. أنت السلطانة وهي أحلام. أيه. هل شايفة نفسك أحلام ليبيا؟ إن شاء الله نوصل. هل أنت شايفة نفسك أحلام ليبيا؟ إن شاء الله نوصل مدى وصلات أحلام، لكن نبي نوصل للناس ليبيا. هي اللغة اللي غنيتها لأحلام؟ تدري ليش أزعل عليك؟ نسمع. تدري ليش أزعل عليك؟ أعشقك وأموت فيك، تكسير الخاطر بدوني وينكسر قلبي واجيك، لو تفارقني تواني اكتئب واكره زماني، لا تخليني اعاني وانت في عمري شريك. تدري ليش ازعل عليك؟ اعشقك واموت فيك. الله الله يعطيك الصحة ملكة. مرسي سلطانة. تدري ليش ازعل عليك؟ لما تغني فيها مني تشوفي قدامك. تدري ليش الفنان عجبك؟ الوقت. حسيتي ان الوقت ما اعطاكي جمال كافي؟ لكن تو الحمد لله. فيما سبق ما اعطانيش لكن تو الحمد لله. اعتراف اخير، وجهي رساله لشخص مش ضروري تذكري اسمه ولكن وجهي لها رساله عبر برنامجي.
شكرا على البرنامج الحلو هذا. ما اعرفش اللي بنقول، بس انا زعلانه من شخص زعل وما نقدرش نغفر له ولا نقدر نسامح له. نسامحه مهما دار معك نهائي. هل كم من غلط اللي دار معك موازي لكم الغضب اللي عندك انت، او انت بطبعك ما تسامحيش بسهوله؟ لا، اني سامح. اني حتى لو ان جيت حد كشخ علي في وجود ناس وبعد تاني يوم ثالث يوم مش يطلب مني السماح، نسامح. لكن الشيء هذا مش هنسامح فيه نهائي. لما تشوفي قدامك شنو الشيء اللي يخطر في بالك؟ خيانة. البحر يذكر فيك بالخيانة؟ لا، لما نشبح نتذكر مواقف صارت. موقف هو موقف واحد في حياتي، خيانة فقط. إن شاء الله كان آخر مرة يا رب. إن شاء الله. شكرا جدا ليك فاطمة، كنت معنا اليوم في الحلقة سلطانة فاطمة كربتية. شكرا مراد، وإن شاء الله يا رب دائما من نجاح لنجاح. شكرا جدا لوجودكم معنا. شكرا للطاقم الفني اللي كان معنا، وشكرا لكل الناس اللي تحب السلطانة. وأنا واحد منهم. مرسي، شكرا. وإن شاء الله بإذن الله السلطانة رافعة راسي في ليبيا لمدى الحياة. بالتوفيق يا رب. مرسي. كانت هذه أولى حلقات برنامج فن مع فاطمة طرابلسية ومعي نمرة، ونتلاقوا أكيد في حلقة جاية. خليكم معنا، يلا.